جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صحة هذا الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على مصاحبة أهل الإيمان والحث على مصادقة الأتقياء، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون جلوسه لأهل التقوى ومخالطته لأهل التقوى، يزورهم ويزورونه، لأن في ذلك إعانة على أمور دينه ودنياه، بخلاف أهل المعاصي وأهل الانحراف في الدين والأخلاق، فإنهم يفسدون الإنسان إذا خالطهم أو زارهم أو زاروه أو جالسهم، والمرء من جليسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم.